السلام عليكم ورحمه الله وبركاته حبايبنا حبايب مطبخ زينب، ورجعنا لكم فيديو جديد. يا رب يحوز اعجابكم ونحوز منكم على اللايك والشير، واللي مش مشترك في قناتي يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل له كل جديد. النهارده هنعمل اكله سمك كامله ومعاها شوربه سي فود بالكريمه اللباني مع بعض كده ان شاء الله. انا معايا ده سمك فيليه، بس انا اشتريته بولتي سليم حجم كبير، وخليت الراجل خلهولي وطلع لي منه فيليه، لان احنا من عشاق البولتي ده مش قشر بياض. معايا كاليماري وانا اشتريتها ونضفتها ونقعتها في مية وخل وليمون، وبعد كده حطيت عليها الدقة بتاعتي اللي هي عبارة عن توم كمون وليمون. معايا جمبري، والجمبري ده برضو انا منضفاه في البيت، واخدت القشر بتاعه والروس عملت منها الشوربة اللي هعمل منها شوربة السي فود بتاعتي دي. انا جايباها جاهزه كده، طبق بيتباع في السوبر ماركت فيه جندوفلي وصوابع كاليماري وكابوريا وقطع فيليه. انا زودت عليه من عندي الجمبري والكاليماري، ده من عندي انا من الاكله اللي انا جايباها. معايا كرات، معايا كرفس، ومعايا بصلايه مفرومه خشن شويه مش ناعم قوي عشان ما تاخدش منك زيت كتير وانت بتقليها. في البدايه كده حبايبي زي ما قلت لكم، الرز بتاعت الجمبري انا حطيتها في ميه، وحطيت عليها دقه السمك العاديه، وحطيت معاها كرفس وجزر وبصل عشان اطلع منها الشوربه اللي هعمل منها شوربه السي فود، وسايباها على النار اهي بتغلي. ومع بعض بقى هنبدا نعمل خطوات الشوربه. الاول شوربه السي فود بالكريمه اللباني هنعملها الاول قبل اي حاجه، وبعدين نشوف بقيه اكلتنا هنكملها ازاي. مبدئيا كده انا حطيت البصلايه بتاعتي اهو، هو المفروض تتعمل في زبده لكن انا عاملاها في زيت ذره، واسيبها بقى لحد ما تدبل كده معايا شويه. بدات البصلايه بتاعتي تدبل، انا مش عايزاها تتحرق. ابدا انزل عليها بالكرات والكرفس واقلب تقليبه بسيطه كده. وفي اثناء ما هي على النار كده احط معلقه دقيق يا دوبك ملحقش اشوفها، واقلبها على طول. وطبعا من الحاجات اللي عندي اللي هحطها في الشوربه هي الكاليماري، هنزلها بقى تاخد معاها تقليبه كده. طبعا انا قلت لكم انا زودت الكاليماري ده من عندي انا، لكن الطبق انا جايباه مش فيه الكلمات. والله الريحه تحفه. ابدا بقى بعد ما خلاص اديتها تقليبه ظريفه كده، طبعا انا كنت محضره الشوربه بتاعتي اللي انا عملتها دي بقى هنزل عليها الشوربه بتاعتي اللي انا عملتها بروس الجمبري اللي انا منضفاها. هي الله، وابدا اقلبها واسيبها تاخد غلوه، ونرجع نشوفها نكملها مع بعض ازاي. طبعا حبايبنا هي الشوربه بتاعتي بدات تغلي، ابدا بقى انزل ببقيه مكوناتي اهو. طبعا الحاجات دي كلها مش هتاخد سوا جامد يعني. شايفين الشوربه بقى معلقه الدقيق ربطتها ازاي، خليتها مش سليله. وطبعا انا هنا قطعت معايا الجزر اللي انا كنت سلقاه، اخدت منه وحدتين كده عشان لونه بيبقى تحفه قوي مع الشوربه. يلا بقى هنسيبها كده مع بعض تغلي، وهنيجي نشوفها امتى هنحط الكريمه اللباني. رجعت لكم حبايبي، شايفين بقى خلاص كده الشوربه بتاعتي يعتبر ما خدتش سوا جامد، لان كل الحاجات اللي فيها
مش محتاجه سوى اكتر من 10 دقايق بكتير. بعد ما احطها في الشوربه بتاعتي ابدا بقى خلاص كده اروح نازله بالكريمه اللباني. شايفين الشكل والالوان داخله مع بعضها عامله ازاي؟ تحفه بجد. طبعا انا مظبطه الملح بتاع كل حاجه في التتبيله، وطبعا لما حطيت دلوقتي خلاص الدنيا تمام اهي، حوالي كوبايه يعني، انا جايبه العلبه الصغيره اللي هي حوالي كوبايه. كل اللي هيحصل ان انا هدوقها بقى عشان اظبط ملحها. هتحتاج بس مني شوية ملح. خلاص انا كده خلصتها، الدنيا تمام، ملحنا زي الفل، مش محتاجة مني اي حاجة تاني غير اني اطفي عليها واغرفها. طبعا قبل ما نغرفها انا بس هعمل معاكم الاول الرز الصيادية بالجمبري ونكمل بقية اكلتنا ونرجع نغرف كله مع بعض ونشوف النهاية هيبقى الشكل عامل ازاي. انتظروني. اهو حبايبي بقى الرز بتاعنا هنبتدي نعمله. انا هنا نزلت بصلايه، طبعا انا هعمل نوعين، واحد بالجمبري وواحد من غير، لان انا عندي عيالي مش كلهم بياكلوا جمبري، فهعمل بقى ايه ده بالجمبري الاول. اهو هنزل بصلايه كده بقى واسيبها تتقلى شويه. هنا كده البصلة بتاعتي بقى بدأت تغمق اهي، انزل عليها بقى ايه، انا بدور على اصغر حاجة عشان هيبقى مع الرز ويستوي. اهو انزل عليها بقى ايه بكام واحدة جمبري كده. طبعا كل ما يبقى اصغر كل ما اضمن ان هو ياخد سوى الرز، وهو كده كده الجمبري ما بياخدش سوى جامد يعني. انا هنا هعمل كمان كوبايتين ونص، يبقى هحط كوبايتين ميه، هحط كوبايتين الميه بتوعي بقى. واظبط بقى هحط ملح وفلفل وكمون واسيبها لما تغلي، وبعدين هنزل عليها بالرز. اهو رجعت لكم حبايبي كده الميه بتاعتي غليت اهي اللي انا حطها عشان الرز، وطبعا في قلبيها الجمبري الصغنن اللي انا هعمله مع الرز. ابدا بقى انزل الرز بتاعي، كوبايتين الرز بحط معاهم كوبايتين ميه، بحط معاهم معلقتين ممسوحين ملح، ومعلقة صغيرة كمون، ونص معلقة فلفل أسمر. خلاص كده حبايبنا احنا خلصنا شوربة السي فود بتاعتنا وخلصنا الرز وخلاص بيتشرب. نبدأ بقى نقلي السمك بتاعنا، الفليه والكاليماري والجمبري. انا بحضر الدقيق وبحط عليه معلقة ملح وبحط عليه كمون وبحط عليه بابريكا. انا بحط معالق صغيره مع ده الكمون بزوده شويه. طبعا لو عندك توابل سمك حطي، ما عندكيش زي انا مثلا دلوقتي كده بحط توم باودر وخلاص على كده، مع الكمون مع البابريكا وبتدي نفس الطعم في الاخر. اقلب بقى ده كله كده. وابدا بقى هحضر الطاسه بتاعتي وابدا عشان اقلي السمك الفيليه اول حاجه. كده انا كنت محضره الطاسه بتاعتي على النار وهبدا بقى انزل بالفيليه اهو. بسم الله.
حبايبنا خلاص انا كده عملت الرز وعملت الشوربه وعملت الفيليه. هبدا بقى اعمل احضر التتبيله بتاعه الجمبري او العجينه اللي هحط فيها الجمبري على ما اقلي الكاليماري. عندي هنا دي معلقه كبيره من الكركم عشان انا ما عنديش بودره زعفران، لو عندكم بودره زعفران هيبقى افضل. هحط عليها كوبايه دقيق من اللي انا حطيت عليه ملح وفلفل وكمون وبابريكا، وهنزل عليها بكوبايه من اللبن واقلبها كده مع بعض. انا عايزاها تعمل زي عجينه بس مش عايزاها تقيله قوي اهي. دي حاجه كده زي مارينيه هنقع فيه الجمبري بتاعي، بس هخففها شويه بشويه ميه، حاجه بسيطه كده. هي كده سمكها بقى كويس اهو، بص السمك بتاعها عامل ازاي اهي. وابدا انزل فيها الجمبري بتاعي واسيبه فيها شويه على مقلي الكاليماري. اهو هسيبه منقوع فيها شويه على مقلي الكاليماري. طبعا حبايبنا خلاص سيبنا كده الجمبري في الماريني بتاعه ياخد منه شويه، وبدانا نحط الكاليماري اهو في الزيت. انا عملتها زي الفيلي بالظبط بالدقيق اللي انا متبلاه، وطبعا شفنا تبلته في اول الفيديو. وكده انا بقليها اهو، طبعا حبايبنا احنا كده انا خلصت الكاليماري. هبدا بقى الجمبري اهو، انا حطاه طبعا انا غسله ايديا حطاه في الماريني اهو. بصوا بقى ممزوج بيه ازاي. هحضر بقى عندي، هحضر عندي دقيق ومعايا كيس فيجيتار، واقلبهم كده على بعض عشان ده هيبقى هو الكفر بتاع الجمبري بعد ما طلعه من الماريني. اخلطهم كده كويس اهو مع بعض، وابدا بقى اخد الجمبري بتاعي اهو وانزله في الدقيق اعفره بيه كده. ممكن لو عايزه تنزليه في الماريني تاني اهو كده تاني اهو، وترجعي تحطيه تاني عشان تعملي طبقه تانيه عادي جدا مفيش مشكله زي ما تحبي اهو. وارجع تاني اهو، بس انا حابه اخليه هي طبقه واحده اهو. طبعا مجرد ما بيتعفر خلاص اهو بيفك من نفسه اهو. هخلص الكميه كلها وارجع لكم عشان نقليه مع بعض. كده انا اهو حطيت بقى الجمبري بتاعي في الخلطه، وبعدين عفرته بالدقيق ومعاه الفيجيتار، بنزله اهو في الزيت. شايفين شكله جميل ازاي؟ هيطلع عامل زي قطع كنتاكي للكريب بالظبط. يلا بقى نسيبه يستوي وهرجع لكم عشان اشوف لكم شكله بعد ما يجي. حبايبنا حبايب مطبخ زينب، ورجعت لكم بعد ما خلصت بقى كل اللي احنا اتفقنا عليه في اول الفيديو، شوربه السي فود بتاعتي واللي يا رب لما تجربوها تعجبكم. اتمنى ان هي اخواتنا في اسكندريه وفي السويس يقولوا لنا على التركيه اللي ممكن تكون نقصت مننا، او لو في حاجه المفروض ان هي تزيد عليها يا ريت يعرفونا. دي الكاريماري اهي، شايفين بقت عامله ازاي. انا قليتها عادي جدا زيها زي الفيليه بالدقيق بالتتبيله اللي احنا قلناها في اول الفيديو. وده الجمبري بتاعي، طبعا انا الجمبري هنا صغير، لكن لو انت جبتي الجمبري الجامبو هيبان فيه الخلطه والماريني ده اكتر، بس هي طعمها تحفه هتعجبكم. الرز بالجمبري اللي انا عملته معاكم في اول الفيديو، وده الفيليه زي ما قلت لكم، ده فيليه بولتي انا شارياه وخليت الراجل خلقهولي وعملنا منه قطع الفيليه. وطبعا عملت جنب الاكلة دي طبق السلطة اللذيذ ده. يا رب تكون اكلتي النهاردة تحوز على اعجابكم، وما تنسونيش في اللايك والشير، واللي مش مشترك في القناة يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. مطبخ زينبو.